بالكلم. بعد كده نلاقي كلمة المسيح ليهم تحققت. قال لهم ايه؟ قال لهم في اعمال 1:8 قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. فعلا بشروا في اورشليم والسامرة امنت وتعمدت واخذت الروح القدس في اعمال اصحاح 8. السامرة قبلت الايمان اللي هم كانوا اعداء لليهود. وبعدين وجدنا الكنيسة النعمية بتمر في نمو عجيب. ازداد هذا النمو بدخول طاقة جبارة الى الكنيسة، هي شاول الطرسوسي بولس الرسول. طاقة جبارة. اول ما دخل شاول الطرسوسي في الايمان دخلت مدن واقاليم. ده شاول الطرسوسي اخذ وضع اليد في اعمال 13. بعد كده نلاقيه شغل سفر اعمال الرسل لحسابه الخاص. ما هو كده كلامه ورحلاته وراح كل حته. ذهب الى قبرص الى بافوس وسلاميس، وذهب الى بلاد اليونان والى جزر الارخبيل، وذهب الى ايطاليا وبشر في روما. عجب. واسس كنائس في كل مكان. ده حتى وهو في سجن فيليبي بشر حافظ السجن بتاع فيليبي، سجان فيليبي، وخدوا على بيته وعمده حافظ السجن. كنيسة بتشتغل في كل يوم، يضم الله للكنيسة الذين يؤمنون. كانت كنيسة نامية.